نرجع تاني مع بعض، وبينضم لي اتنين من المحللين المميزين جدا، احمد عباس وايمن محمد. هيكلمونا بقى بلغه الارقام والاحصائيات والظواهر عن منتخب مصر في بطوله افريقيا واسباب خروجنا بالبطوله بالمنطق وبالارقام. الارقام ما بتكذبش. خلينا نشوف كده يعني. نرحب بس باحمد عباس. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن كريم، انا سعيد ان انا موجود معاك، وقناه من القنوات القريبه لقلبي قناه الحياه، والتوفيق دايما الله ان شاء الله. الله يخليك. كمان ايمن محمد. ازيك يا ايمن؟ مساء الفل يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايمن كان ضيفنا كذا مره قبل كده. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. كله تمام؟ بتضحكوا منتخب مصر خسران؟ لا، احنا يعني عارف اللي هو المأساة يعني المأساة المضحكه يعني. احنا يعني الواحد بيتكلم مثلا، احنا بنتكلم مثلا في الكوره مثلا من الثمانينات، احنا بنعدي بالموقف ده للمرة التاسعة. كل العوامل وكل الكلام، مع احترامي كل الكلام اللي كان بيتقال من امبارح، انا كان عندي فيديو كنت عامله من 4 سنين او 4 سنين ونص بعد خروج منتخب مصر قدام جنوب افريقيا هنا في مصر، واحنا بنتكلم على نفس الاخطاء. ولو رجعت للثمانينات والتسعينات هتلاقي نفس الاخطاء. احنا مشكلتنا مش مشكلة منظومة بالمناسبة، لو احنا هندخل في الجد على طول يعني. احنا مشكلتنا مش مشكلة منظومة، احنا مشكلتنا مشكلة نوايا. مشكلة نوايا حقيقي. ليه؟ لان لو هنتكلم على المنظومه، فانت ما عندكش اكتر من منتخب المانيا مثلا اللي هو بيخرج مرتين ورا بعض من كاس العالم 2018 2022. احنا بنحاول نبحث في اماكن بعيد جدا عن مكمن الخلل الحقيقي. مكمن الخلل الحقيقي لاعب كره القدم عليه 70% من المستويات، وشفنا اقرب حاجه منتخب كوت ديفوار دلوقتي بعد النتائج الكارثيه اللي عملها في الدور الاولاني، بيتعادل مع منتخب السنغال لما اللعيبه ارادت. منتخب نيجيريا كان عنده مشاكل مع بوسيرو قبل انطلاق البطوله، ونيجيريا عماله بتزيد في البطوله ماتش عن الثاني. فالفكره في الاساس في الاول وفي الاخر هي مشكله لعيبه. نيجي بقى نقول بقى اللعيبه دي بقى المستوى ده ليه؟ ده في عناصر ثانيه كتير. انت لو ما معكش مدرب، لو ما معكش مدرب هتقدر تأدي احسن من كده. لكن للاسف الشديد لما المدرب في بعض الاحيان بيبقى عنده فكره المجاملات، لعيبه بتلعب وهي مصابه، لعيبه بتنضم وهي مش جاهزه، فبالتالي انت الخيارات عندك بتقل، فبتتكشف، فبتحس انك انت طول الوقت ما عندكش ثقه، عندك فقدان للثقه. اصرار المدرب انك انت وانت الاخطاء كلها. انا كنت اول امبارح كنت بحلل مباراه الكونغو الديمقراطيه، او بحلل اداء منتخب الكونغو الديمقراطيه مع كابتن احمد حسن، واتكلمنا على كل الحاجات الخاصه بمنتخب الكونغو الديمقراطيه، وقال لي اخر حاجه بس سؤال، انت لو انت هناك هتعمل ايه قبل الماتش؟ قبل الماتش قلت له لازم اغير الخطه. ليه؟ لانك انت عندك ازمه ثقه خاصه باللعيبه. اللعيبه المدافعه مفيش مدافع، مفيش لاعب كوره بيلعب في خط الدفاع او في مركز حراسه المرمى او في المثلث اللي موجود كمان في القلب، وانا عارف ان انا بلعب 3 ماتشات يدخل فيا 6 اهداف وهكون مطمن، حتى لو انا ثقتي كانت قبل كده 100%، حتى لو انا كنت بلعب احسن اداء قبل كده. فانت كان عندك ازمه ثقه ما عرفتش تعالجها بسرعه، ما عرفتش تحتوي اللعيبه بسرعه، ما عرفتش تغير او تعمل سيستم لعب. بسرعه ايه ده؟ احنا 4 ماتشات. لا، انت سيستم لعب ده انت كان عندك اسبوع من مباراه كاب فيردي بعد دور المجموعات يعني. طبعا انت كنت خلاص اكتشفت الاخطاء بتاعتك، انت لازم كنت تبتدي تغير وتلعب ب3 في قلب الدفاع عشان خاطر على الاقل تعالج المشاكل الموجوده، واهمها مشكله ازمه الثقه اللي كانت موجوده لمنتخب مصر وكانت واضحه جدا. انت خايف حتى تروح، انت حتى وانت بتسيطر في الثلث الاولاني في الثلث الوسطاني وعندك افكار بالمناسبه، مفيش حاجه اسمها مدرب ما عندوش افكار، لا انت عندك افكار وافكار واضحه، لكن جودتك في التنفيذ في الثلث الاخيره معدومه. انت بتلعب في نص الملعب ب3 يعني عادي. ما انت ممكن على فكره السنغال حمدي هقول لك على حاجه قبل اقطع كلامي، ومروان مين اخذ البطوله السنه اللي فاتت؟ السنغال بتلعب ب3 في خط النص لل3 مدافعين، ادريسا جانا جايه، شيخ عمر كوياتي، نابلييس. مش شرط عشان هم بيلعبوا كده يبقى احنا زيهم. لا انا اقصد لينا ستايل، الكره المصريه ليها ستايل حلو. هو ده بقى الستايل. الستايل بتاعك زي ما كابتن حسن شحاته ربنا يمسيه بالخير ويديله الصحه لما كان بيلعب ب3-4-2-1 وغيرها ل3-4-1-2، واوقات تانية كان بيلعبها 3-5-1-1. هي الفكره انك انت بتشوف العناصر دي محتاجه ايه دلوقتي وتبتدي تلعب على الامكانيات بتاعتك دي في الاوقات المجمعه في البطولات المجمعه. لكن انت عندك كل شيء. طريقه اللعب انا كنت شايف ان مش مظبوط. طريقه اللعب ما كانتش على فكره. انا قبل الماتش بيوم قلت لازم نلعب ب3 في خط الدفاع. ناس كتير جدا قالت دايما طبعا المساحات بالنسبه لنا احنا كمان فرق السرعات والقوه لصالح منتخبات افريقيا البشره السمراء. لا هو ده كمان نتيجه لانك انت اختيارك لاحمد حجازي بمنتهى الوضوح احمد حجازي مش جاهز.
احمد حجازي مش جاهز، التغطيه العكسيه عندك مش كويسه، حظك السيء انت اخترت احمد فتوح على امل ان هو يجهز في البطوله ما كانش جاهز، ومحمد حمدي اللي كان بيقدم اداء كويس برده بقى اداؤه سيء، فعامله زي الدومنا، الموضوع كر مع بعض، اداء سيء وتشكيل ما كانش الافضل، فالدنيا ابتدت تفك من المدرب. طيب.